هلا بالحبيب. هلا ابو سعد. هلا بالممكن. هلا فيك. اقول هلا. شفت ان عند البيت استر لك؟ لا مباحث ولا شيء ولا جمعيه ولا فرع جمعيه، ويحطون العين عليك. الغرض عندك موجود. حلو. فلوسك جاهزه؟ فلوسي جاهزه. كم؟ 73. نعم 73. خابره ب 70. 3 خدمه توصيل. خدمه توصيل؟ اي. ايش طالب؟ بيتزا حلويات كب كيك تبي ولا لا؟ لا ابي ابو ابي. يلا الله. انتوا في البياعة مثل النشاط، طالع واكل نازل واكل. امسك هذا 20 وانطلنا شوي عليك. سعد ايش قاعد تسوي؟ ايش قاعد تسوي؟ ابي فلوس. ابي فلوس. اي فلوس؟ تعطيني 50 فلس عشان ايام علي فلوس؟ ابي 50 دينار. ما عندي شيء الله يهديك. شو فلوسه؟ تهنيت؟ وبعدين معك ظهرت بتنطقين زي ما انطقت. ليش؟ عشان اقعد اقول لك ما عندي فلوس؟ يا ابو سعد ولي سمك؟ ابو سعد. ابو سعد. بس اصدقك. كبت كل ادويه حطي وين تبينا احط؟ مش دعوه الثلاجه الحين فيها مكان. واخري. هذا كل أربعة رايحة مسجد اليوم انتي؟ ايه من وراك بعد ايام من المسايد. لا لا حرام عليك فلوسي. فلوسي ابو سعد اللي سلمك فلوسي. حرام عليك فلوس لعيالهم يا معتوب. يا وي يما 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 حسبي الله عليك. حسبي الله عليك يا ابو سعد. هالايام الفلوس فات تطلع الا بطقني واطقك. ايه. كم قلت لحسابك؟ 73. كم اعطيتك؟ 20. امسك. 40 60 70 هذه 75. اوكي. كم باقي؟ دينارين. دينارين هذيل خلهم لك هديه. مشكور وما قصرت. بس ها مره ثانيه لا تقول لي توصيل ما توصيل. حاضر. ايه والدينارين عليك بالعافيه. الله يعافيك. صدق. يلا سلام عليكم.